مشاهدينا، ضيفتنا الآن هي الطفلة دانيا الصبان، عندها موهبة وصوت دافئ مليء بالشجن. خبرتها في مجال الفن فاقت السنوات العديدة، واليوم بتكلمنا عن فعالياتها اليومية في العزل المنزلي وكيف تقضي وقتها في ظل حظر التجول. دانيا الصبان، حياك الله. الله يحييك. دانيا، بداية نعرف أن عمرك 15 سنة، صحيح؟ صحيح. يعني 15 سنة ما شاء الله عليك، وعندك قاعدة جماهيرية كبيرة، فحكينا عن هذا الموضوع شوي. في البداية كنت أنزل مقاطع عفوية على الانستغرام، وكانت بتجيها تفاعل الحمد لله، ومن هنا بدأت تشتهر. بعدين جات المصورة الجميلة الجوهرة الوهيبي، علمت لي عمل عن الصداقة، من هنا بدأت تشتهر أكثر. جميل. دانيا، يعني ما شاء الله انت مشهورة اليوم، وبدأتي من فترة، يعني كنت أصغر من كذا وصوتك مبهر، وأنا من الناس اللي كنت أشوفك يعني وانبهر، أقول واو، هذا يعني هذه موهوبة بمعنى الكلمة. واستضفناك قبل كذا يعني في موسم سيدتي السابق، وغنيتي لنا بإحساس جدا جميل. هذه الفترة الآن لك كم سنة بتغني وبتمارسي هذه الهواية الجميلة؟ طورتي هذه الموهبة من العام الماضي وحتى الآن؟ هل مثلا في أعمال صار لك خاصة؟ أكيد عندي أعمال كثيرة في قناتي على اليوتيوب. عندي أعمال وطنية، أعمال للعيد، لرمضان، عمل للأب، الله، عمل للتنمر، عندي أعمال الحمد لله. الله يا مها. طيب إيش رأيك تسمعينا شيء دانيا؟ هذا يلا ببدأ بأغنية وطنية، يا ريت. سنجل لي، هداء من حكومتنا على في هذه الأوضاع، بتساعدنا وتقدم لنا احتياجات لينا، والله يعز الأمن والأمان، والله يعز بلادنا يا رب. آمين آمين. الله هم للملك الوطن والشعب، بايع حط دبدة بالحب، وليل على دبك خضر، قايا سعودي، قايا سعودي، انت بلاد خير يا مهبط القرآن، انت بعيني غير يا درة الأوطان، انت بلاد الخير يا مهبط القرآن، انت بعيني غير يا درة الأوطان، والله ثم للملك الوطن والشعب، بايع حط دبدة بالحب، وليل على دربك خضر، قايا سعودي، قايا سعودي. الله الله يا دانيا، يعني ما شاء الله صوتك كالعادة جميل ورائع، وإحساسك جدا رائع، وكلمات جدا جميلة في حب الوطن. بالفعل من قدنا احنا يعني في هذا الوطن العظيم، السعودية العظمى، وطننا المملكة العربية السعودية. لكن دانيا، كيف بتطوري أو كيف بتعتني بهذا الصوت؟ كيف بتدربي نفسك؟ الأغاني الصعبة علي أحاول أغنيها بطريقة يعني كويسة. بس إنه بتدربي صوتك أكيد، الفنان اللي يغني أكيد لازم يمرن صوته دائما. أيوة أيوة، الأغاني اللي أشوفها صعبة ما أقدر يعني أغنيها بسرعة، أحاول أسمعها أكثر وأكثر، ويعني أحاول أغنيها نفس المغني. الكل منا فنان مفضل دانيا، ندندن على أغاني أكثر من الفنانين الثانيين، لكن إحنا نبغى نعرف فنانك المفضل، واللي يعني تشوفينه يعني صوته يعجبك، كلماته تعجبك، من هو فنانك المفضل؟ أول شيء أنا أحب كل الفنانين، لكن أكثر شيء أسمع لعبد المجيد عبد الله وشيرين. يا سلام. طيب إيش رأيك تسمعين عبد المجيد عبد الله؟ تمام. يلا. حن الغريب ورجع لهنا، عود مع الغيم لحبابا، حب الهوى وقع من دهلة، حي الشتا وحي ما جاب، أقبل أقبل وكن على مهلا، يطعن بخطوته غيابا، يضحك ولا حد تنبه له، يوم التفت يمسح حجابه،
عنا غير البرز على احنا عود مع الغيم لحم بعلبه هب الهوى وقع من دهله حي الشتا وحي ما تبه. الله الله عليك يا دانيا، يعني قلت الأغنية وغنيتيها بأسلوبك الخاص وبصوتك، من جد أنا جدا معجبة بهذا الصوت وأبغى أسمعك أكثر، أبغى يكون لك حضور كذا في المحافل الوطنية في المهرجانات، يعني صوتك يعني ما شاء الله عليك يا دانيا. يعني أنت الآن ما زلت في المدرسة طبعا وأكيد بتحضري الدروس أونلاين، كلمينا عن وقتك كيف بتقسميه بما انك في المدرسه وبتحضري اكيد من الصباح دروس مباشره، كلمينا عن هذا الشيء. هو الصراحه في البدايه كان في لخبطه لانه اول مره ندرس عن بعد، صح، لكن معلوماتنا الله يسعدهم بيساعدونا بقدر المستطاع، واشكرهم صراحه من برنامجكم الحلو هذا. تمام، يعني الان اصبح سهل لك، اهم شيء منظمه وقتك، بتنامي بدري وبتصحي بدري كانه مدرسه. طبعا. أكيد. طيب احنا نعرف انك يعني تحبين الغنى وهذه موهبة من رب العالمين، لكن انت طورتيها كمان واشتغلتي على نفسك، وصراحة احنا نحييك على هذا يعني الجهد اللي قاعد تقدمينه. يعني هل لك اغنية ممكن انك يعني تشاركينا فيها او راح تنزلينها اغنية خاصة فيك انت؟ ان شاء الله في اغاني اعمال كثير ان شاء الله بتعجبكم. زي ايش؟ في عمل مع الفنانين محمد ومراد سالم. حلو، ايش قصة العمل هذا والأغنية هذه؟ يعني الوجع يعني الأحداث اللي بتصير دحين. يا سلام، طب ومتى نستناها؟ متى ننتظر هذا العمل يا دانيا؟ قريب؟ إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، وكل التوفيق لك وتستاهلين دانيا، لأن سبحان الله أحيانا الأغاني دانيا توصل اللي الكلام ما يقدر يوصله، وأنت قاعدة تلمسينا بصوتك الحنون، ومثل ما قلت لك هذه موهبة من رب العالمين، يعني الواحد ينولد بصوته الحلو لكن يطوره ويشتغل عليه، يعني فعلا أهنيك وشكرا، شكرا لك دانيا، شكرا يعني لوجودك في حياتنا بشكل عام، وشكرا أنك تسمعينا صوتك. خلينا نسمع منك شيء أخير دانيا. لا زلت أنا أحلم صورتك، لا زلت أنا أشعر حضرتك، وفي قلبي على ذكراك، صحى قلبي وانا وياك يا اخي، ما تفهم ما تشعر، حس فيني حس فيني، ارحم اخضافي اخضافي، رديني رديني. الله يا مها يا دانيا، شكرا لك وشكرا على هذا الصوت الحلو، شكرا انك شاركتينا هذا الوقت اللي انت بتقضيه اكيد في البيت وقضيتيه معانا وعشان تكوني مع الناس، شكرا لك يا دانيا وشكرا لوجودك معانا اليوم. شكرا لك. أكيد إحنا كده وصلنا لختام حلقتنا لليوم، اتذكروا كلنا مسؤول، خليكم في البيت وإن شاء الله تكونوا كلكم سالمين وآمنين، وإن شاء الله يا رب يمتعنا بالصحة والعافية. شكرا للمشاهدة اليوم، استنونا بكرة في حلقة جديدة وإلى اللقاء.